معهم في رمضان. إعداد وتقديم علي الخضيري. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم معهم في رمضان. ضيفنا اليوم هو فنان معروف، فنان كوميدي من الدرجة الأولى. معنا الفنان الجميل الرائع دائما الأستاذ خالد سامي. أبو تركي، كل عام وانت بخير وشهر مبارك على الجميع إن شاء الله. كل عام وانت بخير وشهر كريم ورمضان مبارك عليك وعلى السادة المستمعين في كل مكان. يطول عمرك. الفنان خالد سامي، شهر رمضان يحمل ذكريات جميلة لناس كثير، وأيضا هم يحملون ذكريات جميلة في هالشهر الفضيل. لو حبيت أعرف ذكريات الفنان خالد سامي في هالشهر وش؟ والله هو مليء بالذكريات بصفته، أصبح شهر موسمي، يعني بغض النظر عن فضله ويعني قدسيته، لأنه يعني هو أصبح اللي تتم الأسر فيه، نشاهد التلفزيونات بشكل أكبر، المناسبات الروحانية والدينية زي العمرة في رمضان وكذا، له ذكريات مسلسلاتنا اللي أذيعت كلها في رمضان. تقريبا أكثر شهر يحمل معاني هو شهر رمضان. جميل جميل. أبو تركي، الفنان خالد سامي، لو حبينا نعرف أول سنة أنت صمت فيها تتذكر متى كانت؟ والله أتذكر أني أنا صايم من بدري، بس الصوم لك عليه من وراء الزير يعني. يعني الله يغفر له ويرحمه أبوي، جايين حنا في المستودع حق بيتنا، حق بيتنا، شاربين توت بدون ما نحله في الموية. فطبعا نص خشيتنا حمر ونص وجهنا، نقول ايه والله صايمين، يقولون الله يقويكم ماجورين ان شاء الله لكم اجر، وحنا واضح على اشكالنا انه شاربين ريمتو لين اغمى علينا، وبعدوا ليك يمشيوا لنا عشان يشجعونا على الصيام. جميل. ابو تركي، هل فيه لك اهداف معينه انت تحرص على انك يعني تحققها في رمضان؟ والله نعم، الحقيقة دائما أدخل مع نفسي في مراهنات صغيرة، بس هي للأسف احنا بدينا نفقدها. يعني مثلا أنا أذكر وأنا في الابتدائي بفضل من الله عز وجل أنه حفظت جزء كبير من القرآن. ما شاء الله. أي نعم، بفضل تشجيع الأبو وجدي الله يرحمهم، كل واحد يعني له طريقة في تشجيعك. وأيضا كنا نروح ل مدارس تحفيظ القرآن لأنه ما كان في أنشطة كانت. صحيح. الآن أحاول كل رمضان أقول مثلا رمضان هذا بحاول من كذا إلى كذا أني أحفظه وأعطي زوجتي وأعطي بنتي، وذا أنه يسمعوا لي، يعني أتحول كأني طالب. نعم. جميل. الفنان خالد سامي، الفنان الجميل طبعا والرائع الكوميدي، أنا أشكرك على هالدقائق اللي قضيناها معك فيها اليوم والفضيلة، وإنك صايم، بس أقول لك الله يعطيك العافية وكل عام وانت بخير إن شاء الله، وشهر مبارك للجميع إن شاء الله يا أبو تركي. كل عام وانت بخير والمستمعين أجمعين، وأنا أقول لكل من يسمع الآن، قد لا أكون أنا أفضلكم أو يمكن حتى من أسواكم، ولكن الذي يستطيع أن يسامح أو يغفر أو يصفي نيته تجاه أحد زعلان منه أو في زعل بينهم، أو أنه يقدر يسوي خير، فهذا الشهر فرصة كبيرة للجميع، وأدعو نفسي قبلكم أني أنا أستغلها فرصة بإذن الله. جميل، دعوة جميلة من فنان جميل الفنان خالد سامي. شكرا لك، ولقاء إن شاء الله جدد مرة ثانية بإذن الله. شكرا لك أخوي علي. شكرا، مع السلامة. أعزائي المستمعين، كان ضيفنا في هاليوم الفنان المعروف خالد سامي. غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد مع ضيف جديد، انتظرونا، مع السلامة. معهم في رمضان. إعداد وتقديم علي الخضيري.